اذن هذا هو الدرس الاخير العنصر النظري الاخير في وحده الدوال الاسيه اللي تعلمنا فيه حساب المشتقات درس في غايه البساطه عندنا قاعدتين فقط للاشتقاق مديناهم وهزينا مجموعه من الامثله والدوال وحسبنا لهم المشتقات نتاعهم وحكينا على الاشارات كيفاش ندرسوهم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم مرحبا بكم جميعا إذا مع فيديو جديد في سلسلة الدوال الأسية بالنسبة للبكالوريا جميع الشعب العلمية علوم تجريبية تقنية رياضي ورياضيات هذا الفيديو أيضا بإمكاني طلع عليه شعبة التسيير والاقتصاد اذا راح نتعلموا فيه كيفاش نحسب المشتقات في الدوال الاسيه هو اخر عنصر نظري وبعده لازم نشوفوا تمارين شامله الان في هذا الدرس راح نمد قواعد الاشتقاق في الداله الاسيه عندنا فقط قاعدتين ونحلوا مجموعه من الامثله والتطبيقات الملاحظه الاولى اللي نذكر بها كل قواعد الاشتقاق اللي شفناها في الدوال العدديه تبقى صحيحه مشتقة جمع دالتين جداء دالتين مشتقة مركب دالتين كلها تبقى صحيحة في هذا الدرس فقط راح نزيد قاعدتين، أولا مشتقة الدالة الأسية لما تكون بسيطة ولما تكون مركبة، لما تكون الدالة الأسية بسيطة قابلة للإشتقاق على أر قلنا دائما مشتقتها هي نفسها، الأسية كي تكون بسيطة غير مركبة مشتقتها تساوي نفسها، الآن الحالة الثانية لما تكون عندنا الدالة الأسية مركبة إذا إكسبونونسيال تركيب دالة إي الأسية ومركبة فيها دالة ما فيهاش إكس، إذا مركبة مع دالة. قاعدة الاشتقاق واش تقول لنا؟ سهلة خلاص، قاعدة الاشتقاق تقول لنا مشتقة الأس في الأسية. إذا مشتقة الأس في الأسية. نهز مثال على هذه القاعدة قبل ما نهزو تطبيقات. لو كانت تكون مثلا عندنا الدالة اف إكس معرفة هكذا: اف إكس تساوي أسية إكس مربع ناقص واحد. هذه الداله رانا نلاحظوا باللي راها مركب دالتين هذه هي الداله اي اللي هي اكس مربع ناقص واحد العباره تحت لو كان نحبوا نحسبوا مشتقتها القاعده واش تقول لنا تقول لنا الداله الاسيه تبقى كيما راها اشتق الاس فقط بطول لتحت اذا مشتق ما مشتق الاس في الاسيه اذا اشتق الاس هبطوا تحت اكس مربع واش هو الاشتقاق تاعه 2 اكس ويتضرب في الاسيه اذا هذو هما فقط قاعدتي الاشتقاق الان نهزوا امثله متنوعه الهدف منه هو حساب هو تعود على حساب المشتقات المطلوب منك انك توقف الفيديو وتحاول لنا في جميع هذه الامثله نبدا احنا نخدمه اف الحاله الاولى الحاله الاولى هذه معرفه على R لانه هذه كثير حدود الاسيه في زوج معرفين على ار في زوج قابلين للاشتقاق على ار وبالتالي نقولوا دل اف اف دالة قابلة للاشتقاق على أ لانها جداء دالتين قابلتين للاشتقاق على أ ولدينا من اجل كل اكس ينتمي ل ما هي العبارة اللي عندنا؟ إذا اف فتحة لإكس، هذه رانا نلاحظو باللي جداء دالتين، إذا المشتقة الأولى في الثانية زائد المشتقة الثانية في الأولى، مشتقة الأولى إكس مربع الاشتقاق تاعها اثنين إكس زائد. اشتقاق تاع اكس هو واحد اشتقاق تاع واحد صفر اذا المشتقة الاولى تضرب في الثانية اسية اكس زائد مشتقة الثانية اللي هي الاسية قلنا كتكون تكون بسيطة غير مركبة مشتقتها نفسها تضرب في ماذا؟ تضرب في اكس مربع زائد اكس زائد واحد الان في الاشتقاق تاع جداء دالتين دائما فيها الاسية اذا الاسية عامل مشترك نخرج الاسية كعامل مشترك واش راح يبقى لنا يبقى لنا القوس هذا زائد القوس هذا اكس مربع 2 اكس زائد اكس راح تمد لنا 3 اكس واحد زائد واحد النتيجة زائد اثنين الآن الهدف دائما في المشتقات هو دراسة الإشارة هذه كيف راح ندرس إشارتها الأسية نقوله موجبة دوما إذا ندرس إشارة هذا القوس قوس هذا من درجة ثانية دلتا المميز وإحنا دارسين إشارتها إذا هذا هو المثال الثاني الآن المثال الأول عفوا نروحوا للمثال الثاني اللي هو ايضا جداء دالتين ولكن الفكره تاعو انه فيه الداله الاسيه مركبه اذا ناقص اكس ناقص واحد في اسيه ناقص اكس طبيعة الحال هذا في زوج قابلتين للاشتقاق على و آل وبالتالي الجداء نتاعهم قابل للاشتقاق على R من اجل كل اكس ينتمي لار ما هي عباره المشتقه افتح عليه اكس جداء دالتين مشتقة الاولى في الثانية زائد مشتقة الثانية في الاولى مشتقة ناقص اكس وش هي هي ناقص واحد مشتقة الاولى تضرب في الثانية اذا ناقص واحد في اسية ناقص اكس مليح القاعدة تاع دالتين فيها زائد زائد مشتقة الثانية في الاولى الثانية هذه هي اسية مركبة ما كانش الفوق اكس اذا اسية مركبة كيفاش نشتقوها قلنا الاس فقط نشتقوها بطول لتحت اشتقاق ناقص اكس هو هو ناقص واحد ناقص واحد ضرب في الاسيه تصبح ناقص اسيه زائد تاع القاعده مع ناقص تاع المشتقه زائد ناقص تصبح ناقص مشتقه الثانيه في واش تضرب في الاولى اللي هي ناقص اكس ناقص واحد الان واش راحين نديرو راحين نستخرجوا الاسيه ناقص اكس كعامل مشترك هذه واش راح تخلينا راح تخلينا ناقص واحد هذه نحيناها كعامل مشترك تبقى لنا ناقص مضروبه في القوس ناقص في ناقص إكس راح تصبح زائد إكس ناقص في ناقص واحد راح تصبح زائد واحد نختزل واحد مع ناقص واحد إذا راح تبقى لنا فقط إكس في أسية ناقص إكس الآن كيفاش ندرسوا إشارتها أسية ناقص إكس موجبة الأسية دائما موجبه كما اتفقنا في الدرس السابق اللي هو الإشارات إذا فقط إشارة إكس إكس معروفة تنعدم عند صفر قبل سالبة بعد موجبة إذا هذا هو المثال الثاني الان المثال الثالث يحتاج فقط قليل من التركيز وراح نفهمه اذا هذا الدواء الكامل راها معرفه على ار احنا على مجال قابليه الاشتقاق هذه معرفه على ار هذه معرفه على ار هذه ليست معرفه على ار علاش لانه لاحظ واش كاين داخل الاسيه كاين واحد على اكس اذا بما انه كاين واحد على اكس وبالتالي المقام لا يجب ان ينعدي إذا مجال تعريف تاعها هو آر ما عدا صفر لأنه يعدمنا لنا واحد على إكس، مليح، المقام تاع الدالة ككل هل ينعدم؟ ما ينعدمش، فيه الأسية إذا ما تنعدمش، إذا مجال تعريف تاعها هو آر ما عدا صفر، الآن كل الدوال الموجودة هنا قابل قابلة للإشتقاق على آر نجمة حتى واحد على إكس، إذا الدالة إف نتاعنا قابلة للإشتقاق على آر نجمة، لماذا؟ لأنها حاصل قسمة أو قسمة دالتين قابلتين للإشتقاق على هذا المجال، صح من اجل كل اكس من اجل كل اكس ينتمي الى ماذا ينتمي الى هذا العباره اللي ينتمي الى مجال تعريف اللي هي ار آل ما عدا صفر الان نحسب مشتقه الداله اف رانا نلاحظوا بلي عندنا داله اف قسمة دالتين مشتقة البسط في المقام ناقص مشتقة المقام في البسط على المقام مربع صح الان مشتقه البسط اشتقاق اكس هو واحد واحد يتضرب في هذه اذا تصبح اسيه واحد على اكس القاعده فيها ناقص مشتقه المقام انتبه معنا مشتقه المقام مقام هو اسيه واحد على اكس وهي داله مركبه كيفاش قلنا نشتقوها القاعده فيها ناقص نشتق الاس ونهبطوه اشتقاق واحد على اكس وش هو هو ناقص واحد على اكس مربع اذا راح تولينا ناقص واحد على اكس مربع الان ناقص تاع القاعده مع ناقص تاع المشتقه راح يوليو زائد هذه ما هذه مشتقه هذه مشتقه الثانيه في واش تضرب تضرب في الاولى اللي هي اكس زائد واحد على ماذا؟ على المقام مربع الآن هنا ملاحظة فقط هنا الأس نقدر نوزعه باستعمال الخواص إذا نكملوا نحسبوا المشتقة تاعنا لازم ننظموها بأبسط شكل ممكن في المقام قلنا نطبقوا خواص الأسية الخواص الأسية كشفناه في الدرس الأول خلاص قلنا أسية إكس الكل أس آن قلنا الأسس يضربوا في بعضها بعض. إذا اثنين تضرب في واحد على إكس إذا راح يولينا أسية اثنين على إكس والمقام في كل الحالات موجب لأنه هكذا بما أنه بقدار معين مربع فهو موجب الأسية أيضا ديما موجبة الآن هنا فقط ركزوا في البسط عندنا أسية واحد على إكس زائد هنا واحد على إكس مربع مضروبة في هذا القوس مع القوس هذا يطلع للبسط. إذا راح تولي زائد إكس زائد واحد على إكس مربع مضروبة في ماذا؟ مضروبة في أسية واحد على إكس مفهوم الآن نقدروا رانا نلاحظوا لازم نبسطو نمدوا أبسط شكل ممكن هنا نقدروا نلاحظوا بلي كاين أسية واحد على إكس كعامل مشترك اذا نستخرجوها كعامل مشترك خرجنا هذه كعامل مشترك هذه واش مش راح تخلينا راح تخلينا واحد لانه مضروبه في واحد الاخرى راح تخلينا زائد اكس زائد واحد على اكس مربع هنا بطبيعه الحال كان بالامكان انه ما ننشروش الاس علاش لانه نقدرون ننتبهوا بلي كاين اختزال وما ناش غالطين في كل الحالات اذا واحد على اكس نخليوها هكذا علاش من اجل انه كي نخرجوا الاسيت واحد على اكس كعامل مشترك نختزلوها مع أسية واحد على إكس الموجودة في البسط إذا هذه نختزلوها مع واحدة من هذه الآن وش بقانا بقانا اسيه واحد على إكس في واش؟ في البسط نوحدو المقامات فقط في البسط نوحدو المقامات كيفاش نوحدو المقامات؟ الواحد نكتبوه إكس مربع على إكس مربع في البسط الآخر موجودة زائد إكس زائد واحد الآن نقدر نطبق القاعدة اللي تقولنا مباشرة المقامات يضربوا في بعضها اللي ما يفهمهاش يقدر يقول الأول في مقلوب الثاني في الزوجة لنا نفس الطريقة هنا القاعدة تقولنا بلي المقامات فقط يضربوا في بعضها إذا الأول يتضرب في مقلوب الثاني اللي هو أسية واحد على إكس الآن بطبيعة الحال المقام راح يتضرب في المقام إذا تبقى لنا أسية واحد على إكس وفي البسط يتضرب في الواحد إذا يبقى كما راه الان الهدف دائما هو دراسه اشاره المشتقه اكس مربع لاحظوا بلي موجبه وسيت واحد على اكس موجبه وبالتالي ندرس اشاره هذا القوس فقط اللي هو اكس مربع زائد اكس زائد واحد اذا هذا هو الدرس الاخير العنصر النظري الاخير في وحدة الدوال الأسية اللي تعلمنا فيه حساب المشتقات درس في غاية البساطة، عندنا قاعدتين فقط للاشتقاق مديناهم، وهزينا مجموعة من الأمثلة والدوال وحسبنا لهم المشتقات نتاعهم، وحكينا على الإشارات كيفاش ندرسوهم. إذا أتمنى لكم فهمتوا هذه الوحدة، فهمتوا هذه السلسلة، يعني من ناحية العناصر النظرية، وبإذن الله حنهزوا تمارين شاملة تكون ممتازة فيها أفكار باش نتعودوا على تمارين البكالوريا. اي ملاحظة اي شيء اتركوه لنا في التعليقات ما تنسوش دعمونا في هذه القناة وتشاركوا المحتوى مع اصدقائكم ما تنسوش تبعونا في فيسبوك انستغرام وتيليجرام رابط تاعهم كامل في صندوق الوصف وفي اول تعليق بالتوفيق سلام عليكم